كرسي في افونتيير في ان انترينمون صارت له لوكساسيون تاع ليبول الكتف نتاعو خرج دونك نفس الاصابه اللي تعرض لها زريده في اول موسم تحبلوا تقريبا 3 4 اسابيع ولد قاعد يجتهد في التمارين فما منافسه فما كونكورونس في وسط الميدان روجي وليد مكعازي بلغيث موجات هذوما اللاعبين كلهم لازم نختاروا منهم ثلاثة لاعبين ديما نقول ان العمل الجاد والمستمر في الاخر باش يعطي الثمار نتاعو وهذا ينطبق على اللاعبين الكل الموسم مازال طويل احنا في حاجه للاعب يكون بالنسبه للمذكور زاد كيف تشكى في النهارين الاخرانيين باصابه على مستوى السكي جونبي في استقرار على مستوى الدفاع تقريبا نهير يمين بنتايك يسار ولاك سنترال سانسيرمون الدفاع قاعد غروسو مودو قاعد يقوم بالاداء اللي لازم يكون ولو فما حاجات لازم نكونوا خير فيهم تقعد ديما المنافسه مفتوحه للي يجتهد اللي فما ثوابت في المجموعه وفما دي فوندامونتو اللي يخدم عليها ونزيد نقولهم لازمك تبدا عندك الروح الانتصاريه لازمك تهبط باش تقاتل كتابة تبدا عندك الفكر الجماعي كتابة زاد كيف كل ما عندك من طاقه تحطها للمجموعه اذا اي لاعب بيمشي في التوجه هذا ماهوش كان في المقابلات حتى في التمارين هذوما ثوابت تاع كل يوم. تابعوا حساباتنا على مواقع التواصل، فعلوا جرس التنبيه واشتركوا في القناه لوماتان سبورتس، نظرة جديدة للصحافة الرياضية.